أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله بسم الله بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم رب نسألك الهدى والسداد والصواب. اللهم ربنا سدد رمينا، اللهم ربنا سدد رمينا، اللهم ربنا سدد رمينا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربي أنت الله لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله. أعلم أن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، لا إله إلا أنت سبحانك 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 سبحانك. أنت القوي وأنت العزيز وأنت الجبار وأنت المتكبر. نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى، يا رحمن يا رحيم، نسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أنت الله. أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ربنا لا إله إلا أنت سبحانك. أنت تكشف الضر، أنت تكشف الضر، أنت تكشف الضر، أنت تفرج الهم وتكشف الغم، لا إله إلا أنت سبحانك 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 سبحانك. أمرت بالعدل، أمرت بالعدل، أمرت بالعدل، وحرمت الظلم على عبادك، وحرمت الظلم على نفسك، وجعلته بين العباد محرما. يا الله، خلقت الجن والإنس ليعبدوك، ولكن كثيرا من الجن زاغوا وزاغوا، ضلوا وأضلوا، فسدوا وأفسدوا، وآذوا عبادك المؤمنين. اللهم رب من علمت في قلوبهم خيرا في هذا الجسد، فاهدهم للخير واشرح صدورهم للإسلام، وعجل بتوبتهم وأوبتهم، يا رحمن يا رحيم. ومن سبق في علمك أنه مصر على العصيان والكفر والطغيان والضلال والظلم، فاللهم ربنا أخرجه ذليلا صاغرا، ربنا أخرجه ذليلا صاغرا، ربنا أخرجه ذليلا صاغرا، واكفنا شره إلى الأبد يا رب العالمين. يا رحمن، بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. ولنصبرن على ما آذيتمونا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس، من شر كل نفس، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك. بسم الله يرقيك، بسم الله يبريك من شر كل داء، من
من شر كل داء الله يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر كل ذي عين لا إله إلا أنت سبحانك أنت الشافي. قمت وقولك الحق، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، 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 ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله بسم الله بسم الله، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجدين وتحاذرين، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق وضرع وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أعيذك بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن همزات الشياطين، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا معشر الجن، يا معشر الجن، يا معشر الجن، تبين أنكم أصحاب أصحاب قديمة وحديثة. يا معشر الجن، يا معشر الجن، آذيتم هذا الجسد، آذيتم هذا الجسد وصاحبة هذا الجسد، شوهتم الجمال وأسقطتم الشعر، وفرقتم وطلقتم وتسببتم في خلق العداوة والبغضاء بينها وبين زوجها وهي حديثة عهد بزواج. يا معشر الجن، يا معشر الجن، أتعلمون أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم كثيرا مما تفعلون؟ بلى، إنه سبحانه يعلم السر وأخفى، يعلم الجهر وأخفى. أتعلمون أن الله سبحانه وتعالى لا يرى ولا يسمع؟ بلى، إن كنتم كذلك فقد أخطأتم، فإن الله سبحانه يرى ويسمع ولكن يمهل، يمهل ولا يهمل، حتى إذا أخذ الظالم أخذه بغتة، أخذه بغتة، أخذ ولا حين غره، آتاه العذاب من حيث لا يشعر. يا معشر الجن، يا معشر الجن، الله أمركم بأذية هذا الجسد، الله أمركم أن تسكنوا الأجساد والأبدان وتؤذوا أصحابها، الله أمركم أن تعبدوا الشيطان، الله أمركم أن تردوا الساحر بغضب الله عز وجل. اتقوا الله وارجعوا إلى ربكم راشدين، فإن الله سبحانه وتعالى خالقكم وقادر عليكم. الله سبحانه وتعالى إن أراد أن يقتلكم في الجسد، إنما أمره إذا أراد أن إذا أراد الشيء أن يقول كن فيكون. الله سبحانه قادر على قتلكم في الجسد، لماذا؟ لأنكم ظالمون. الله سبحانه يبهل، يمهل سبحانه لعلكم تتوبون، لعلكم تتوقفون عن أذية هذا الجسد، لعلكم تستغفرون ربكم وتعودون إلى رشدكم وتتوبون إلى الله. الله سبحانه يفرح بتوبة عباده،
الله سبحانه وتعالى ليس غرضه أن يعذب أحد من عباده ما دام شاكرا ومؤمنا به سبحانه. يا معشر الجن إني لكم ناصح أمين. أتحبون أن تطرحوا في نار جهنم؟ أتحبون أن تعذبوا خالدين فيها أبدا؟ لا أحد يحب العذاب. فكذلك أنتم لماذا ترقون، لماذا ترمون بأنفسكم إلى التهلكة؟ الله سبحانه وتعالى خلقكم لتكونوا أحرار، تعيشوا في أرض الله الواسعة، وتأكلوا من طيبات ما رزقكم، لا أن تظلموا أحدا، ولا تسكنوا في الأبدان وتحبسوا أنفسكم فيها وتمرضوا وتوسوسوا وتعطلوا كما شئتم. أتعلمون أن الله قادر، تعلمون أن الله غير قادر عليكم؟ إن كنتم كذلك فقد أخطأتم. يعلم أن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب، شديد العقاب سبحانه، شديد العقاب يمهل ولا يهمل، شديد العقاب سبحانه يتوب على من تاب، يتوب على من تاب. فنصيحتي إليكم توبوا إلى الله، توبوا إلى الله قبل أن ينزل الله عليكم صاعقة من السماء تأخذكم أخذ عزيز مقتدر. توبوا إلى الله قبل أن يأتيكم العذاب وأنتم في هذا الجسد. توبوا إلى الله قبل أن ينزل الله عليكم ملائكة يقطع رؤوسكم وتجدوا أنفسكم في نار جهنم خالدين فيها. أنصحكم لوجه الله عز وجل، أنصحكم لوجه الله، فتوبوا إلى الله، توبوا إلى الله. إلى متى؟ إلى متى ستؤذون هذا الجسد؟ إلى متى ستبقون على هذا الحال حتى تلقون ربكم؟ أليس لكم عقول تعقلون بها؟ أترضون أن يسكن أحدكم في أجسادكم؟ أترضون أن يسكن أحد في أبدانكم؟ أترضون أن يؤذيكم أحد كما آذيتم هذا البدن؟ الجواب لا، لا ترضون. فكذلك هذه المرأة لا ترضى لأحد أن يسكن في جسدها ويطلع على عوراتها. اتقوا الله. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. لا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها خالدون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم ألم تكن آياتي تتلى عليكم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. رب
ربنا غلبت علينا شقوتنا، ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها، ربنا أخرجنا منها، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ربنا أخرجنا منها، ربنا أخرجنا منها، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا يا معشر الجن أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا يا معشر الجن أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون يا معشر الجن أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا يا معشر الجن أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون يا معشر الجن اسمعوا إلى كلام الله عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون يا معشر الجن أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لا إله إلا الله إلى كل جن سكن هذا البدن سنين طوال يا جان يا جان يا جان يا من سكن الأبدان يا جان إني أخاطبك تسمع كلامي وتفهمه وترى مكاني وتعلم أن الله سبحانه وعدكم وعد الحق والشيطان سيتبرأ منكم يوم القيامة وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي
إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن اسمعوا إلى كلام رب العالمين. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان يعيدكم الفقر. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يا معشر الجن الشيطان إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يا معشر الجن والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يا معشر الجن يا معشر الجن والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. يا معشر الجن الله سبحانه يحب الخير لعباده. يا معشر الجن الشيطان يعرف حق اليقين أنه ذاهب إلى جهنم ويريد أن يأخذكم إلى عذاب جهنم معه. يا معشر الجن لكم عقول تعقلون بها فلا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله يتوب الله عليكم يتوب الله عليكم يتوب الله عليكم سبحانه. والله يريد أن يتوب عليكم والله يريد أن يتوب عليكم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا معشر الجن المقصد من خلقكم وخلقنا يا معشر الجن هو العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا معشر الجن دعوتكم إلى الله عز وجل دعوتكم إلى الله عز وجل لكي أقيم الحجة عليكم. إن آمنتم يكون خيرا لكم إن أسلمتم يكون خيرا لكم إن تبتم إلى الله فهو خير لكم. إن تبتم إلى الله تعلمون أن الله سبحانه يغفر الذنوب جميعا يغفر لكم كل ما مضى وهذه المرأة تسامحكم إن شاء الله. لكن ينبغي لكم أولا أن تتوبوا إلى الله وتصلحوا ما أفسدتم وتصلحوا ما أفسدتم ليتوب الله عليكم. يا معشر الجن يا معشر الجن يا معشر الجن اسمعوا اسمعوا إلى ما وصف ربنا سبحانه. جن كان يستمع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو القرآن اسمه جن نصيبين قوم نصيبين من الجن. وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا جيبوا داعي الله يا قومنا جيبوا داعي الله يا قومنا جيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضرر مبين. لا إله إلا الله. من يريد الله به خيرا يشرح صدره للإسلام. نسأل الله سبحانه أن يشرح صدورنا وصدوركم للإسلام. نسأل الله سبحانه أن يهديكم لصراطه المستقيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديكم لنوره. نريد لكم الخير نحن لا نحقد كما تحقدون. نحن نحب الخير ونسامح لأننا نعمل ذلك خالصا لوجه الكريم سبحانه لأن الله سبحانه يحب
العافين عن الناس، يحب المسامحين، لا يحب الحقودين والذين في قلوبهم غل وكره. طيب سبحان الله، تسببت في الأذية سنوات وسنوات سنوات وسنوات، وطلقتموها من زوجها ولم تتزوج منذ 10 سنوات، وهي الآن متزوجة، وزرعتم العداوة بينها وبين زوجها، دخلتم بالسحر، دخلتم بالسحر، سحر التفريق أو سحر الطلاق لتفرقوا بينها وبين زوجها. أترضون الساحر بسخط الله؟ الله أمركم أن تطلقوا الأزواج؟ الله أمركم أن تفعلوا هذا؟ ماذا سيكون جزاؤكم أمام الله عز وجل؟ لأنكم فعلتم شيئاً إمرأة، شيئاً لا يرضى الله عز وجل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، 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 وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ويتعلمون ما يضرهم، ويتعلمون ما يضرهم، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. لا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم أبطل كل سحر صنع للتفريق، اللهم أبطل كل سحر صنع للتفريق بين الزوجين، اللهم أبطل كل سحر قديم، سحر قديم، سحر قديم، سحر قديم، اللهم أبطل كل سحر صنع للتفريق بين الزوجين، اللهم أبطل كل سحر صنع لتشتيت العائلة،
لا إله إلا الله. اللهم أبطل كل سحر صنع للتمريض، صنع للتمريض، صنع للتمريض والفواحش. لا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال موسى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. قال موسى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. قال موسى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قالوا يا موسى، قالوا يا موسى ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع اللون وتسر الناظرين، تسر 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 الناظرين. ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، وإن يكاد 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 الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله، 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 ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس، أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أن يحسدون الناس، أن يحسدون الناس، أن يحسدون الناس، أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. أعيذك برب الفرق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، 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 ومن شر حاسد إذا حسد، 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 ومن شر حاسد إذا حسد. أعيذك برب الناس
ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس من الجنة والناس. بسم الله تبطل كل عين حاسدة نظرت وما بركت. بسم الله تبطل كل عين معجبة نظرت وما ذكرت. بسم الله يبطل أثر كل عين. 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 بسم الله يبطل أثر كل عين حاسدة تتمنى زوال النعم. لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله يبطل كل سحر صنع للتفريق بين الزوجين. بسم الله يبطل كل سحر عظيم. بسم الله يبطل كل سحر قديم. بسم الله يبطل كل سحر قوي. 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 الله عليك بكل شيطان سكن هذا الجسد ظلما وعدوانا. الله عليك بكل شيطان أو شيطان سكن هذا الجسد ظلما وعدوانا. اللهم عليك بخدام السحر. اللهم عليك بخدام السحر. اللهم عليك بخدام السحر. اللهم عليك بكل خادم السحر. اللهم عليك بكل خادم السحر يؤذي هذا الجسد. لا إله إلا الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم رب احرق كل شيطان في هذا الجسد دخل هذا الجسد ظلما وعدوانا. بسم الله تحرقون. بسم الله تحرقون. بسم الله تحرقون. اللهم رب اجعل هذا الجسد نارا حارقة على كل شيطان سكن فيه ظلما وعدوانا. اللهم رب اجعل في صدورهم نارا وفي عقولهم نارا وفي رؤوسهم نارا وفي أيديهم نارا وفي أيديهم نارا وفي أطرافهم نارا وفي أقدامهم نارا. اللهم اجعل نارا تسري في عروقهم واجعل نارا تجري في دمائهم واجعل النار تدور حولهم واجعل في نفسهم النار. اللهم اجعل أنفاسهم من نار. اللهم رب صفدهم بأغلالهم النار إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. 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 بسم الله يصفد كل شيطان في هذا الجسد من الأعناق والأيادي والأرجل بأمر الله عز وجل. بسم الله يصفد كل شيطان بأغلال من النار. بسم الله يصفد كل شيطان بأغلال من النار من الأعناق والأيادي والأطراف بأمر الله عز وجل. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق 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 واضربوا منهم كل بنان فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار.
قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين، قاتلوهم 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 فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، 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 وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فأصاب إعصار فيه نار، فأصاب إعصار فيه نار، فأصاب إعصار فيه نار، فاحترقت 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 فاحترقت، فأصاب إعصار فيه نار، فأصاب إعصار فيه نار، فأصاب إعصار فيه نار، فاحترقت 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 فاحترقت، أصاب إعصار فيه نار، أصاب إعصار فيه نار، أصاب إعصار فيه نار، فاحترقت. اللهم يا ودود، اللهم يا ودود، اللهم يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فاعل لما يريد، أسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا يضام، أن تحرق كل خادم للسحر، أن تحرق كل شيطان سكن هذا الجسد ظلما وعدوانا. اللهم أهلك كل خادم السحر، اللهم أهلك كل شيطان يا رب العالمين في هذا الجسد، اللهم أهلك كل جان سكن الأبدان، اللهم أهلك كل جان سكن الأبدان، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. رب إنك تعلم من أمردها ومن آذاها وتسبب في طلاقها يا رب العالمين، لا إله إلا أنت، سبحانك 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 سبحانك، أنت الأول وأنت الآخر وأنت الظاهر وأنت الباطل وأنت بكل شيء عليم. ربنا الحكم حكمك وليس لنا من الأمر شيء، ربنا الحكم حكمك يا رب العالمين، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اللهم اشفي أختنا هذا شفاء، اللهم اشفي أختنا هذه شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفي أختنا هذه شفاء لا يغادر سقما، اللهم ربنا عجل بشفائها وعلاجها ودوائها يا الله، وردها إلى زوجها يا رب العالمين. اللهم ارزقهم حياة طيبة وحياة سعيدة وذرية صالحة يا رب العالمين، وأبعد كل الشيطان من طريقهم يا رحمن يا رحيم. لا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله،
اللهم عليك بكل شيطان اختفى وتوارى في الأجساد. اللهم عليك بكل شيطان اختفى وتوارى في الأجساد. اللهم عليك بكل شيطان اختفى وتوارى في الأجساد. أينما تكونوا يأتي بكم الله. أينما تكونوا يأتي بكم الله. أينما تكونوا يأتي بكم الله. إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله. 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 إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله. أينما تكونوا يأتي بكم الله. أينما تكونوا يأتي بكم الله. إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله. أينما تكونوا يأتي بكم الله. أينما تكونوا يأتي بكم الله. إن الله على كل شيء قدير. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. 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 أينما تكونوا يأتي بكم الله. 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 وحفظناها من كل شيطان رجيم. 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد
رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلى الماء الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يسهر بما في بطون والجنود ولهم مقامع من حديد
هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، 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 يصب من فوق رؤوسهم الحميم، 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 يصهر به ما في بطونهم والجلود، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، 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 لا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.